من مصنع هو ليس لصناعة الآلات. بل هو لصناعة رجال أفذاذ. قال فيهم المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه. من يرد العداية اللي نواكم غيركم يا الشباب المخلصين؟ شدوا العزم والقايد معاكم والمعزه لكم يا الرامسي. نعم هم رجال أقسموا بالله أن يخلصوا لوطنهم فأوفوا. شكرا أبناء زايد المخلصين، شكرا لأسود لصونون العرين، شكرا لكم حماة الوطن.